soit il vient avec des schémas faciles. On va parler aujourd'hui des fonctions racines linéaires. On va voir leur définition, quelques propriétés avec une petite application à la fin. خاصين نقولوا واحد القضية. أولا هذه التخطيط ما كتكونش في امتحان وطني عادة، يعني كتعني فقط الفروض. ثانيا هي بسيطة جدا، أنت غادي تخلع في الأول ولكن أنا غنظن أنك قلبك. علاش؟ في الأول أنت ملي كنتي كتقرا في التاسعة كنتي كتشوف هذا الجدر كنتي كتخلع منه. دابا الجدر كتشوفو كيجيك غير في البطاطا. إذا نفس الشيء كيتعلق بلا فونكسيون غاسين إيميام ديالها حتى هي غادي يكون فيها الجدر. وغادي نزيد نتمنى هي راه بحالها بحال الجدر كيما غنشوفو دابا في الكور عندها نفس الخصائص لي ميم بروبخيتي ديال لوغاسين مفهوم حيت لوغاسين سي تان كان بارتيكولي دي فونكسيون غاسين إيميام كوم اون فيغا باغ لا سويت. إذا نبدا على بركة الله ونشرحو الأمور مزيان. هنا كيقول لك لا فونكسيون إكس فيغ إكس على بويسونس إن، خلينا واحد لا فونكسيون واحد دالة إف إكس لي هي إكس على بويسونس إن. مثلا اف اكس اكس على بريسونس دو، اولا واحد الفونكسيون سميها جي دي اكس اكس على بريسونس 3. المهم الشرط الوحيد اللي عندنا خص اكس حنا خدامين يكون سيبيريور ايكال زيرو، بمعنى اننا خدامين في واحد المجال اي اللي هو زيرو بليس انفيني، يعني خدامين فقط في المجال الموجب، يعني هذا الاكس هذا راه يعني بوزيتيف. والشرط الثاني خص يكون ان ينتمي الى اي ايطوال، سبتي ان ايطالونتي ناتيري مومي، يعني لي فالور لي ممكن يخدم ان هما فقط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة والباقي في راسك. في نومبر بوزيتيف لي زونتي ناتيري لي انت هما اللي كتعامل بهم في الحياة اليومية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إلى آخره. إذا هاد ان ما خصوش يكون كيساوي زي زيرو، داكشي علاش درنا ان لما اختينا ان ايطوال و اكس بوزيتيف. كيقول لك الا خديتي هاد اكس على هادي مثلا لا هادي ولا هادي، كيما بغا يكون هاد ان يكون واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا 17 لا يهمني، هذا اللي تيجر عن بولينوم. ياك البولينوم اش كنعرفو عليه؟ كنعرفو انه اللي كونتيني سيرير. البولينوم كيكون كونتيني سيرير، إذا كان كونتيني سير ار اوتوماتيكمون لي كونتيني سير راتي فار زيرو بليس انفيني. واي وحده من هادو شدينا درنا ليها هادي غيفي، مثلا اف بريم ديال هادي غتعطيني 2 اكس، اف بريم ديال هادي غتعطيني 3 اكس كاري. التلاميذ الصغار اللي مازال ما عطاهم الله وما سمعوش النصائح ديالي انهم يعرفوا لي ديريفي، راه كتقول لها الخاصيه اكس اس ان بريم كي كدير ليها ديريفي، هاد الان هذا اللي كاين في الفوق كنهبطو لتحت، ومن بعد اكس كنقص لهاد ان واحد الكراد كيولي ان موان زان. داكشي علاش اكس اس 4 بريم اش كتولي كتهبط هاد 4 لتحت، وهاد 4 كنقص ليها واحد الكراد كتولي 4 ناقص واحد كتولي اس 3 اس 3. اللي كيهمني هنايا انه اي ديريفي هنايا لحقاش هاد اكس هذا، هاد اكس هذا اللي بوزيتيف، اذا ديما هاد ديريفي غادي تكون سيبيريور لزيرو، وبالتالي هاد لافونكسيون غادي تكون ديما سخيكتومون غتكون ديما سخيكتومون كخواسونت. وكنعرف بان ولا عندي واحد لا فونكسيون كونتيني و سخيكتومون كخواسونت، دونك الى دمي اون فونكسيون ريسيبرو. هادشي اللي بغينا نوصلو ليه دابا ان هاد اكس اس ان، هادشي كيقول لك هنا ان هاد اكس اس ان راه كونتيني في لانتيغفال اي زيرو بليس انفيني. علاش كونتيني؟ لحقاش هذا سي تان بولينوم، حنا كنعرفو ان البولينوم اللي كونتيني في ان و اللي سخيكتومون كخواسونت. علاش؟ لاخاطش اف بريم دو اكس كيما قلنا ان غتهبط لتحت وغيولي اكس ان موان زان سيبيريور زيد ازيرو، لاخاطش هاد اكس هذا اللي بوزيتيف. دونك اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان زان ديفيني سيغ واحد الانتيغفال جي اللي هو اف لي، يعني ديك لا فونكسيون ريسيبروك الداله العكسيه ديالها غيكون دومين دو ديفينيسيون ديالها هو اف لي. اشنا هو اف لي؟ هذا الفيديو غنعطيه خاطر لان خص تشدوا ليا الباز ديال هادشي واحد كيبدا شي بطاطا. دونك اشنا هي اف لي اي؟ هي اف ديال اش ديال الانتيغفال زيرو بليس انفيني. وحنا شفنا ميرا وتكرارا بان ملي كتكون لا فونكسيون اف كواسونت كنحافظ على الترتيب، الانتيغفال فيرمي كندير اف لي زيرو، الانتيغفال اوفر كندير لا ليميت كونتيكس طون فير بليس انفيني ديال اف دو اكس. اذا
if le 0, 0 à la puissance CH est égal à 0, tout la limite n plus infini, plus infini à la puissance n, n lié au positif, donc là tu comptes plus infini. Il indique f moins 1, la fonction réciproque, le domaine de définition, parce que c'est un peu comme ça, voilà qu'il y a un peu le domaine de définition de là, de f moins 1, là il y a 0 plus infini, il y a un peu في الدومين بوزيتيف. اذا نعاودوا نشرحوا اشنو قلنا حتى لدابا، راه مازال ما دخلناش في صلب الموضوع. قلنا بان واحد لا فونكسيون اللي هي سو لا فورم اكس اس ان، هاد ان هذا غيكون ان اونتي ناتيريمونيل، يعني تيكون واحد او لا جوج او لا ثلاثه او لا اربعه او لا خمسه، قول لي تعطي لا خمسه وستين او لا سبعه الى اخره، قلت لك فهم ياك. إذا هنا هذا سي تان بولينوم، إذا بولينوم راه كونتيني في إر، خص العلم ملي هو كونتيني في إر، لانتيغوا اللي كيهمنا أنه كونتيني في زيرو بليس سافين، إي أون بليس إلي كخواسون، علاش ملي كندير لا ديريفي كنخالف بوزيتيف، دونك ستريكتومون كخواسون، النتيجة أنه عنده إلى دمي إن فونكسيون ريسيبروك. أرني دابا كيفاش دابا هذيك لا فونكسيون ريسيبروك اللي كيتلقاها؟ نقول لك الأمور بسيطة، إلا كانت إكس كاري لا فونكسيون ريسيبروك غادي تكون هي، واخا خلي إكس كاري هو الآخر، إكس على بيسونس 3 لا فونكسيون ريسيبروك هو راسين دو إكس على أوغر 3، يعني هذاك العدد اللي كاين هنا كيرجع في النصف تاع لو راسين، مثلا إكس على بيسونس 4 كاين راسين دو إكس على أوغر 4 كينطق هكاك، إكس على بيسونس 5 كاين لي راسين دو إكس ألوغ 5، إكس على بويسونس إن غير لي راسين دو إكس ألوغ إن، إذا إلا كانت هاد إف إكس، هاد كا كنكتبو إف موان زان دو إكس، ولكن ماذا يعني هذا الرمز؟ ماذا تعني هاد البطاطا؟ أجي نضرب إذا هنا هاد الشيء كاين شرحناه وقلنا له عطاك هنا لا فونكسيون ريسيبروك، دونك سيت فونكسيون ريسيبروك إي راسين دو إكس على أوغ إن، سكي ديزين بيان راسين إن يان دو إيه بوزيتيف إكس، هادي لا ديفينيسيون اللي بغا ينوطيها يقدر ينوطيها، ولكن اللي كيهم هو كيفاش جاوب على التمارين كيما غنشوفوا بعض اللحظات. دابا أول حاجة بغيتكم تفهموا إيش كتعني هادي، دابا قلت لك أنا إكس على بويسونس 3 لا فونكسيون ريسيبروك ديالها هي راسين دو إكس على أوردر 3، أجي نشرحو، مثلا ملي غنقول لك أنا راسين دو 8 على أوردر 3 كتعني واحد الحاجة، هاد ثلاثة لي هنا إكس على بويسونس 3 كان هو هذاك، هو لي حطينا هنا، هاد 8 هادي نورمالمون هي لي غتكون هنا، حيت في لا فونكسيون العادية غنطلق من النص لهنا، لا فونكسيون ريسيبروك غنطلق من النص لهنا، مفهوم؟ دونك هنا غاسين دو 8 على أوردر 3 كتعني ليا شكون هو هذاك العدد، شكون هو هذاك العدد، شكون هو هذاك العدد اللي غنضربو في راسو ثلاثة د المرات وغيعطيني 8، شكون هو العدد اللي غنضربو في راسو ثلاثة د المرات وغيعطيني 8 هو جوج، لاحقاش 2 فوا 2 صافي 4 فوا 2 صافي 8، أن أوتر إكزومبل، إلا كتبت لك أنا غاسين دو 27 على أوردر 3 كتعني ليا كاين لي هاد لونومبغ هذا لي غادي نضربو في راسو ثلاثة د المرات وغيعطيني 27 لي هو 3، لاحقاش 3 فوا 3 فوا 3 3 فوا 3 صافي 9 فوا 3 صافي 27، دونك هنا نورمالمون إلا كتبت ليك أنا إكس على بويسونس 3 كتعطيني 27، يعني شكون هو هذاك إكس؟ أ إكس على بويسونس 3 صافي 27، دونك شكون هو إكس اللي غادي نضربو في راسو 3 د المرات ويعطيني 27؟ غتقول لي إكس إتيكال 3، وحنا غادي نجبدو هنا واحد الخاصية مهمة باش تفهمو الأمور، غتفهمو الأمور بشوية بشوية، الآن دابا مثلا نقول لك أنا غاسين مثلا دو 81 على أوردر 4 هو شحال؟ 3، علاش؟ لاحقاش 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 4 فوا 3 فوا 3 سي 9 فوا 3 27 فوا 3 81، دونك هو هذا
ونقول لك مثلا غاسين دو 64 à l'ordre 3 غتقول لي 6 4 pourquoi لحقاش 4 x 4 6 16 x 4 6 64 x 4 6 64 اذا اش كيعني هذا هذا العدد اللي كيكون عندك هنا كيعني شحال من مره غادي نضرب باش نلقى هذا شحال من مره غادي نضرب باش نلقى هذا شحال من مره دونك انا غادي نضرب واحد العدد في راسو مع هاد المرات انا نضرب واحد العدد في راسو ثلاثه د المرات انا نضرب واحد العدد في راسو ثلاثه د المرات انا نضرب واحد العدد في راسو ثلاثه د المرات الاجابه اش قلت لكم مفهوم اكس على بويسونس 2 لا ريسيبروك ديالها هي راسين دو اكس وهنا غتفهم مخير علاش راه كتكون هنا جوج ولكن ما كتكتبش وغنقول لكم علاش مثلا ملي كنقول لك راسين دو 9 كتساوي 3 علاش حيت شكون هو هذاك العدد اللي غنضربو في راسو جوج المرات ويعطيني 9 هذاك العدد هذيك جوج ما كتكتبش هذاك العدد هو 3 اذا انت يا ولدي راه انت كتعامل مع اي فونكسيون راسين انيام دو بوي لوخوازيام اني كوليج من 9 ولكن انت ما عارفش لان جوج ما كتكتبش وباش نزيد نعمق لك هذا الشيء راه الخاصيات ديال غاسين الاوردر ان غاسين دو اكس الاوردر ان هما نفس الخاصيات ديال غاسين واجي نتذكرو انا وياك وغادي تفهم معايا بان هذا الشيء بحال البطاطا ركز فقط ثم نجدو الخاصيات الاساسيه تسعة خرجت بان غاسين دو اكس فوا غاسين دو ايغريك ايتيغال غاسين دو اكس فوا ايغريك اولا خصنا نقولوا بان اكس هي بارتيان ار بليس و ايغريك حتى هو ابارتيان ار بليس يعني اكس ايغريك سو سون ديريل بوزيتيف نفس هاد الخاصية اللي كيكون عندي غاسين دو اكس على اوردر ان فوا غاسين دو ايغريك على اوردر ان هي كتساوي ليا غاسين دو اكس فوا ايغريك على اوردر ان باغ اكزومبل الى كنت ليك غاسين دو 2 الوردر 3 فوا غاسين دو 4 الوردر 3 صافي غاسين دو 2 فوا 4 الوردر 3 اللي هي غاسين دو 8 الوردر 3 ثم قراو بانه غاسين دو اكس ديفيزي بار غاسين دو ايغريك ايتيغال غاسين دو اكس ايغريك يعني باختصار كل مره كنجمعو داك الشيء داخل في نفس الغاسين دو لا ميم مانيير ملي كيكون عندي غاسين دو اكس الوردر ان على غاسين دو ايغريك الوردر ان الخاصيه كتساوي غاسين دو اكس ديفيزي بار ايغريك الوردر ان يعني كنجمع داك البطاطا في داخل نفس الجدر ان اكزومبل الى عطيتك مثلا غاسين دو 8 الوردر 3 على غاسين دو 2 الوردر 3 غتعطيني غاسين دو 8 ديفيزي بار 2 الوردر 3 8 ديفيزي بار 2 سي 4 دونك صافي غاسين دو 4 الوردر 3 وعطونا ايضا ان غاسين دو 1 ديفيزي بار غاسين دو اكس سكيفي غاسين دو 1 سير اكس اللي هي 1 سير اكس لان اي تلميذ صغير كيعرف بان غاسين دو 1 سي 1 دو لا ميم مانيير الى عندي غاسين دو 1 الوردر ان ديفيزي سي غاسين دو اكس الوردر ان سي غاسين دو 1 سي اكس الوردر ان نفس الشيء غاسين دو 1 الوردر ان مثلا غاسين دو 1 الوردر 3 غيبقى ديما هو واحد لان واحد كضربو في راسو قد ما تعيا كيبقى ديما راسو قاصح كيعطيك واحد دونك غتصرفي 1 سي غاسين دو اكس الوردر ان مزيان دونك كتلاحظوا ان عندنا لي ميم بروبريتي اللي كاينين عند عند لي ميم بروبريتي اللي كاينين عند لي غاسين قضية هنا مهمة جدا 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 غادي نزيدوها وهنا بغيتكم تفهموا معايا وتركزوا انتهى هنا ملي كنكتب لك غاسين دو اكس على الوردر ان راه هاد هنا كاين واحد وهنا كاين ان الا ما عجبتكش هاد لافورم لاي سبب من الاسباب هادي كتساوي اكس اوس ان سير ان يعني يقدر ينطر على شكل بويسونس على شكل بويسونس مثلا ملي كتكتب لك غاسين دو اكس كاري الوردر 3 راه هي اكس على بويسونس دو سيفرون ملي كنكتب لك مثلا غاسين الوردر 4 دو اكس على بويسونس 7 صافي اكس هذا اللي كاين هنا في لابويسونس كيكون في لو دينوميناتور في الباس وهذا اللي كاين في لوغ
كيكون في لو نيميرو دو في لاكارت غاتولي اكس سات سير كاتر. مثلا غاسين دو اكس على بويسونس 10 على 3 سي اكس على بويسونس 10 سير 3. اذا هاد القضيه نقدر نقولها لها ومن هنا غنجبدوا واحد جوج خاصيات مهمين هادشي لا بد ان يحفظ باش نخدموا به في التمارين ونفهموا ان الوسط هنا كيقول لك ان غير سين دو اكس على اوردر ان على بويسونس ان على اوردر ان ايتيغا اكس. رد البال معايا ان اكس ديما اللي سيبيرو لكالا زيرو ويكليك اللي سيبيرو لكالا زيرو حنا ديما خدامين في لانتيغفال اي اللي هو زيرو بليس انفيني سافتي خدامين بلي زونت دي زيرو بوزيتيف كتساوي اكس. علاش استاذ؟ لان البطاطا كتقول لي ان هذه هي اكس اس ان على ان على حسب داكشي قلنا اللي هي اكس اس واحد الى حولتها لبويسونس مفهوم. وكيقول لك قضيه اخرى كيقول لك غاسين دو اكس على بويسونس ان ام ودير هنا ان كيقول لك غاسين دو اكس على بويسونس ان ثم ملي غيكون عندي باغ اكزومبل غاسين دو ان ام وهنا كاينه ان ام غيقول لك بانها ايتيغال غاسين دو اكس على اوردر ان و تو سامبلومون لاخاش هادي اكس اس ام على مدى على ان فواياش فوا ان وهادي غتولي اكس اس واحد على ان وانتوما كتعرفوا ان اكس اس واحد على ان هي غاسين دو اكس على اوردر ان. هاد واحد راه هو اللي كاين في لابويسونس ولكن داعي لكتابتي فهي هادي. ثم خاصية أخيرة إذا كان عندك غاسين دو إكس على أوردر إن و على أوردر إم في نفس الوقت فهي غاسين دو إكس على أوردر إن فوا إم. باغ إكزومبل إلا عندي غاسين دو إكس على أوردر 3 فوا أوردر 6 فهي غاسين دو إكس على أوردر 6 فوا 3 اللي هي غاسين دو إكس على أوردر 18 على أوردر 18 3 في 18. فيت أتونسيون مثلا إلا عطاني غاسين دو إكس فوا غاسين دو إكس على أوردر 3 فوا غاسين دو إكس باغ إكزومبل على أوردر 4 إل فو با أوبليي بأن هنا كاينة جوج مكتوباش فبالتالي هادي غاتولي إيش غاسين دو إكس على أوردر 2 فوا 3 فوا 4 2 فوا 3 فوا 4 2 فوا 3 سي 6 فوا 4 سي 24 دونك سي غاسين دو إكس على أوردر 24. اذا هاد الخاصيات هادو اللي قلنا دابا هما اللي غنعتمدو عليهم باش نديرو مجموعه من الاشياء. غادي خصك تقدر تقارن ليا جوج الاعداد غنشوفوهم دابا. غادي خصك تقدر ترد ليا المقام راسيونيل تحسب لي ليميت ديال هادي تلقى لينا مجموعه من الاشياء تحسب لا فونكسيون ريسيبروك الى اخره. ولكن واحد الخاصيه مهمه جدا خصنا نفهموها بروبريتي فوندامونتال. هذه فوندامونتال حبيبي اش قلنا عاود فوندامونتال سي لي فوندامونتال. علاش قلنا بان اكس اس ان ايتيغال اي ثنائي كيفالو ان اش ان الى بغيتي هاد اكس هذا تحيد ليه ان غيكون اكس ايتيغال راسين دو اي على اوردر ان. هذه مهمه جدا 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 وديما راه اكس ابارتيان زيرو بليس انفيني و اي ابارتيان زيرو بليس انفيني. هادي غنحتاجو ليها بزاف حتى ملي غنبغيو نحدو لا فونكسيون ريسيبروك. ما معناه مثلا ملي كنقول لك اكس اس جوج كتساوي 8 هذا كيعني ليا ان دو ان هذا هو غاسين دو 8 الوغ شحال الوغ اكس على بويسونس 3 ايتيغال 8 سوف دير ان هنا اكس على بويسونس سوف دير ان اكس هذا 2 على بويسونس 3 باردون ايتيغال 8 سوف دير 2 هي 8 على الوغ 3 فون شتي هذه هي الدلاله العكسيه. مثلا انا قلت لك جوج و 4 سافي كومبيان سافي 16 2 فوا 2 4 فوا 2 8 فوا دونك سكافي ان شنو ان هاد 2 راه هي غاسين دو 16 الوغ 4. مثلا ملي كنقول لك انا 3 على بويسونس 4 ايتيغال 81 سولا سافو دير ان 3 ايتيغال غاسين دو 81 الوغ الوغ 4 فوق. هادي مهمه جدا وغادي نحتاجوها غادي نحتاجوها الله يجازيكم بخير.
اذا حنا نكتفي بهذا القدر في الجزء الاول، ولكن اول حاجه غنديروا لا كومباريزون، نشرح لكم الميثود باش كديروا لا كومباريزون. مثلا فاش كيقول لك كومباري racine de 2 à l'ordre 3 et racine de 3 à l'ordre 2. La méthode simple, كتقلب على لو بلي بتي ملتيبليكاتور كومان ديال 2 et 3. يعني المضاعف المشترك الاصغر ديال 2 و 3 اللي هو ياش اللي هو 6. اللي ما عرفش اللهم ان هذا منكر جدول الضرب. 2 مضاعف 4 مضاعف 6 مضاعف 8 مضاعف 10 بركة عين. المضاعفات ديال 3 3 6 9 12. إذا شكون هو لو بلي بتي كومان هنايا؟ هو 6. بطبيعة الحال إلا استمريتي مثلا درتي 12 24 هنا 3 15 غادي تلقى 12 غتلقى عناصر أخرى، ولكن كنبغيو أعداد صغيرة باش منعقدوش الأمور. إذا هاد 6 اللي لقيتي أش كدير؟ كتشد راسين دو دو ألوردر 3 كدير ليها ألا بويسون 6. هذاك 6 كديرو في الأس، وغاسين دو 3 ألوردر 2 كدير ليها حتى هي ألا بويسون 6. وقبيله شفنا بان غاسين دو اكس على بويسونس ان على اوردر ان ايتيغال اكس على بويسونس ان سير ان. اذا هذه فهي 2 على بويسونس 6 سير 3، وهذه سير 3 على بويسونس 6 سير 2. اذا هذه 2 على 6 على 3 شحال سير 2، وهذه 3 6 على 3 6 على 2 شحال سير 3. دونك 2 على بويسونس 2 سير 4، 3 على بويسونس 3 سي 27، ولا حتاج 27 اي سوبيريور ا 4. Alors automatiquement, racine de 3 à l'ordre 2 est strictement supérieure à la racine de 2 à l'ordre 3. Un autre exemple. Dans le rif, l'imtihan, il faut dire la comparaison à l'ordre de chiffre progressivement à l'axe. Je prends maintenant racine de 7 à l'ordre 3 et racine de 5 par exemple à l'ordre 4. وشكون هو لو بلي بتي او لا لو بلي غون. اذا عندي 3 اي 4 غادي نقلبوا على لو بلي بتي ملتيبليكاتور كومان. بالنسبه ل 3 عندي 3 6 9 12 15 18 21 بارك علينا. فور 4 عندي 4 8 12 16 20 24 كاين مازال ما كاينش هو 12. هاد 12 هذا هو اللي بان لي انا لو بلي بتي ملتيبليكاتور كومان بين 3 و 4. بعض المرات يكفي تضربهم وتجبد هذا، ولكن بعض المرات ما كتسبقش لان على حساب. دونك هنا غتولي هادي 7 الورد 3 غنديرو ليها لا بويسونس 12، وهادي 5 الورد 4 غنديرو ليها حتى هي لا بويسونس 12. اذا هادي تعطيني 7 على بويسونس 12 سير 3، وهادي غتعطيني 5 على بويسونس 12 سير 4. إذا 7 على بويسونس 4 و 5 على بويسونس 3. واضح بأن 7 على بويسونس 4 كبيرة على 5 على بويسونس 3 بلا ما نحسبهم، يمكن تحسبهم بالكالكيلاتريس بطبيعة الحال. دونك هنا واضح بأن حيت لا الأساس لا باز 7 أكثر من 5 وكذلك لا بويسونس، إذا أوتوماتيكمون هذا سيبيرور هذه، سكي أمبليك أن هذا راه سيبيرور هذا. أن أوتر إكزومبل، غايقول لك مثلا كومباري غاسين دو 4 ألوغ 3 إي غاسين دو 6 باغ إكزومبل ألوغ سيبوزون ألوغ 5 مثلا. دونك هنايا أون فاشيكشي لو بلي ملتيبليكاتور كومان غادي يكون هو 15، لأن هادو جوجون أولين سو سون دي نومبر بخومي، يعني المضاعف المشترك ديالهم بلا ما نبرزو راسنا غيكون واحد 15. دونك 4 لا بويسونس 3 غادي لهم لا بويسونس 15، وهاد 6 غادي ليها حتى هي على وتر 5 غادي ليها لا بويسونس 15. إذا غادي تكون 4 على بويسونس 15 سير 3، وغادي تكون 6 على بويسونس 15 سير 5. إذا غتكون 6 على بويسونس 3 وهنا 4 على بويسونس 5. إذا 6 على بويسونس 3 6 x 6 36 x 6
6 36 6 زائد 3 18 زيد ليها 3 21 216 ولا غلطنا سامحونا 4 في 4 16 في 4 64 خاصني آلة حاسبة ني صغير دونك 4 × 5 = 6024 دونك واضح أن 1024 هي ستريكتومون سوبيريور على 216 إي باغ سويت راسين دو 4 على أوردر 3 إي ستريكتومون سوبيريور على راسين دو 6 على أوردر 5 أن أوتر إكزومبل سيسري دو ديغني ومن بعد غنشوفو كلاسي باغ أوردر بروغريسيف أولا باغ أوردر كخواسون أو بيان دي كخواسون هنا مثلا سيبوزون راسين دو 6 à l'ordre 4 et racine de 11 à l'ordre par exemple allez à l'ordre par exemple n'importe 7 ما بين 7 و 4 لو بلي بي ملتيبليكاتور كومان غيكون هو 28 يعني خلينا ملتيبليكاسيون مباشرة دونك غتكون 6 على 4 هنا لا بويسونس 28 يعني باختصار خصني نرفعو من لام بويسونس باش ندير واحد لا كومباريزون بونيت واحد المقارنة عادلة ثم 11 على 7 لا بويسونس 28 دونك غادي غتكون 6 à la puissance 28 sur 4, ou à dire 11 à la puissance 28 sur 7. Il donne à dire 11 à la puissance 4. 28 divisé par 7, c'est 4. Et 28 divisé par 4, 28 divisé par 4, c'est combien? C'est 8 fois 4, 32, 7 fois 4, c'est 7. Donc c'est 7. دونك هنايا كيبان ليا بانه الا خدينا 6 على بويسون 7 باردون الا خدينا 6 على بويسون 7 il va nous donner 2079 936 11 à la puissance 4 est égal à 14 641. Et là, il est strictement supérieur à là. Donc, racine de 6 à l'ordre 4 est strictement supérieur à racine de 11 à l'ordre 7. Ce à la limite, il faut le faire. Le fait, il faut le classer par ordre croissant ou bien décroissant les nombres suivants. Là, il faut le maintenant classer. Par ordre croissant, et il met à zéro bien, au lieu du croissant, les nombres suivants. Ouais, tu mets à l'intérieur, il voulait classer. Il voulait mettre un par racine de 2 à l'ordre 3, ou il voulait racine de 7 à l'ordre 4, ou par exemple, racine de 6 à l'ordre, par exemple, à l'ordre, je sais pas, à l'ordre 12. هنا دابا الامور بسيطه خصك تلقى ان عاوتاني ان ميتيبليكاتور كومان ديال هذا ميتيبليكاتور كومان ديال 3 و 4 12 و 12 اذا نرفعهم كلهم على بويسونس 2 غاتولي هادي راسين دو 2 على اوردر 3 غنديرو لهذا لا بويسونس 2 حيت المضاعف المشترك بين هاد 3 هو 12 3 في 4 12 12 راه مضاعف 4 مضاعف 3 وغنديرو 7 à l'ordre 4, c'est-à-dire ce qu'on a de puissance 12. Touma, racine de 6 à l'ordre 12, c'est-à-dire qu'on a de puissance 12. Il donne à dire 6 à la puissance 12, c'est 12 lié à 6, ou à 17 à la puissance 12, c'est 4 lié à 7 à la puissance 3, ou à 2 à la puissance 12, c'est 3, ليا 2 على بيسونس 4 اذا شكون كبير واضح بان 7 على بيسونس 3 هي الكبيره 7 على بيسونس 3 كتعطينا 343 وهنا 6 2 على بيسونس 4
كتعطينا 16 دونك كبير لو برومي هو هذا ياك هنا قال لي باوند كرو كرواسون اذا باوند كرواسون غنبدا من الصغير حتى الكبير اذا لو بلي بيتي هنايا هو هذا هو 6 دونك غادي نكلاسي غنقول لي غاسين دو 16 racine de 6 à l'ordre 12 est strictement inférieur à racine de 2 à l'ordre 3 qui est strictement inférieur à racine de 7 à l'ordre 4. Et donc, quand je comprends, vous avez une affaire juste de moi, et je vais vous montrer que nous avons une affaire de la vie. Salam alaikum.